مرحبا يا صبايا، كيفكم؟ شو كل ما تشوفوني بتسألوني وين نور؟ بيكون عائلتكم طالعة معي يعني. ليش يعني هي مالا معكم؟ احكوا، نور عائلتكم طالعة معي؟ ايه قالت ما طالعة معها. يمكن بالبيت، بالبيت هي اكيد بالبيت. بجوز ايه. ايه بالبيت؟ ايه يمكن بالبيت، ايه. بالبيت؟ مزبوط. ما بعرف. بالبيت؟ هلا بنشوف وينها. شو عرفك انه بالبيت؟ يعني قالت انه بتطلع معه هو لحاله. وين بدها تكون؟ شوف شوف يا ويلك اذا ما طلعت فوق رح تطلع بداس لكيكا. معقول يرجعوا البنات؟ وائل لك شو جابك معهم؟ شو تيابك؟ شو ليش ما عم تفتح الباب هي؟ وين بدها تكون راحت؟ هلا هلا بتيجي بتفتح الباب، شو بك وائل انت ليش اليوم كثير خلقك طالع؟ لك صحيح انت وين مفاتيحكم؟ مو على اساس كل وحدة معها نسخة؟ ايه والله يي يا حبايبي وائل؟ اهلا اهلا حبيبي. شو ليه ما عم تفتحي الباب؟ كنت بالحمام. بالحمام؟ شو بدنا نضل واقفين هون؟ لا بدنا نفوت كلنا. تفضلوا. كأنه في ريحة غريبة بالبيت، منين جاي هي الريحة؟ ايه مزبوط، كأنه في ريحة، كأنه ريحة دخان سجاير؟ لا، شو ريحة سجاير؟ هي ريحة ملطف الجو، أنا اشتريته جديد. لا 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 انا متاكده انا انفي كثير حساس، هي ريحه دخان سجاير. لك لا لا لك ملطف جو، لك هذا اللي اشتريته من يومين. ما عرفتي شو مني سميحه؟ عم بقول لك حبيبتي هذا ريحه ملطف جو لانه ما عندنا حدا بيدخن بالبيت. صدقيني انا متاكده. لك مصدقتك مصدقتك شبك؟ لك عم اقول لك ريحه ملطف، عم اقول لك ريحه ملطف، عم تكذب يعني؟ وليش بخيتي ملطف جو هيك بدون سبب ولا لتخبي ريحه ثانيه موجوده بالبيت؟ هو علينا واقع يعني شبكون لسه القصة سخيفة كتير، فاتحين تحقيقات وليش وما بعرف شو. يمكن الدخان جاي من برا. حكينا كلمة، شو يعني ليش هتعصبي هلا؟ هيك لأنه بتدقق على شغلات سخيفة. شفت كيف مشاكلنا هيك بشغلات سخيفة؟ وبعدين حتى لو في ريحة دخان هذا بيعطيك مبرر إنك تشك فيني؟ يم شو؟ شفت ايه حلوين كتير الحلقات الجداد، منين جايبتيهم؟ كأنه سخنانة انتي شبك؟ مريضة؟ ايه والله. شو بكون انتو شو قصتكم؟ تعالوا اقعدوا تعالوا. طيب انا تاخرت يمكن. اي حبيبي يلا اطمنت عليكم انكم بخير. يلا باي 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 يا صبايا. باي 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 طول البيت مشان الريحه. ايه باي. ايه حبيبي ما حبيبي لك شلون هيك بتصلي قدامه على اساس ما انتبهتي عليه؟ باي بس فهماني شوفي انت لسانك بده قص. لك شو ساوي؟ ايه تعي لهون لقلك شو هاد اسمه. هاد شو؟ مين مدخن؟ مين كان عندك بالبيت؟ كان عندي حدا بالبيت؟ فكرتك انت اللي مدخنتيهم. لا نور لهون وبس يا عبي الشوم، عن جد صدمتيني. العمى والله بيطلعوا باكي. شبكون رقوا علي شوي. عدوا لأحكي لكم. معناتها في شي. وهي هي كل القصة. يعني عملتي كل هالطوشة بس مشان تجي لعندك مسافرة البصارة؟ ايه لانه انا ما حبيت لكم لانه خفت تتمسخروا علي. انا بصراحه حابه من زمان تبصر لي. وكل هالدخان مدخنته ام سعفان لحالها؟
يا ستي فظيعه ام سعفان، مو معقول شو بتدخن لك هلكت وانا عم بهوي البيت. بعدين ما في غير تبعتني مشان اعمل لها فناجين قهوه، على فنجان رايح وفنجان جاي، فنجان رايح وفنجان جاي، خلال ساعه ونص شربت 10 فناجين قهوه. يا حبيبتي يا نور، هي وحدة دجالة نصابة يعني. بعدين أنا حكي التبصير كله ما بيزبط معي. هلأ بتسمعك أم سعفان؟ لك بيقولوا إنه أم سعفان مخاوية. يمو لا دخيلكم، مخاوية؟ إيه حلو والله. يا ريتك حكيتي من الأول يا نور، كانت شافت لي حظي جعبالي. أم سعفان ما بترضى تبصر غير لبنت وحدة باليوم، وما بتفوت على البيت إلا إذا كان فاضي، يعني ما في غير البنت اللي بدها تبصر لها. كمان بصارة وبشروط. طب ما حكيتي لنا شو قالت لك؟ بتصدقي من تطليعة وحدة على كفي قدرت تعرف إني مخطوبة؟ إيه ما مبينة. أي حدا بده يطلع على كفك رح يعرف إنك مخطوبة. ليكو نور المحبس يلي بإيدك شبه. إيه والله. إيه والله. بس قالت لي إنه خطيبي بيحبني. يو دخيلك أنا. بتكوني أنت كشفتي حالك بحالك، لأنه أنا متأكدة بكل ثانية كان يسرع راسك بالمسكولات والتليفونات وأنت ما في غير خطيبي واقف. خطيبي واقف. هلا كل ما بدي لكم شغلة بدك تتمسخروا عليها وتسخفوها. شفتوا ليش ما قلت لكم؟ خلص أنا بطلت أحكي، فايتي نام، تصبحوا على خير. لك نور ولك آخ العقل زينة. نور يا نور، حلقاتي الذهبيات كنت حاطهم بالحمام على المرايه، شفتي لي اياهم؟ لا. يا الله وين راحوا؟ سميحه نور مسجلتي ماني عم لاقيها، شفتي لي اياها شيء؟ يا الله عن جد مالكم معقولين، لك مصرياتي انا كنت حاطهم بايدي، بايدي حطيتهم فوق الكومودينه اللي جنب السرير وما كنت لاقيهم. نور شفتي لي خاتم القطه اللي هدا لي اياه ابوي؟ ما عم شوفه. شو؟ يا ستي ام زعفان فظيعه مخاوية، اليوم قالت لي في شغلات غريبة بدها تصير عندك بالبيت، وإذا صارت هدول الشغلات ما بتقولي غير عوضك على الله. عوضك على الله؟ عوضك على عقلاتك. لا بتسمعك أم سعفان؟